عفوا انه عم ندخل بهالتفاصيل. فينا ما احكي عن الموضوع؟ لا انا ببقي نحكي عن الموضوع هيفا، لانه انا بعتبره موضوع انساني، انه ام ال 7 سنين ما قدرت شافت بنتها، هذا موضوع انساني كمان بحد ذاته. هيدي من الاشياء اللي عم بحكي عنه، عمامه حياه الخطا كثير بتصور. نحن ما رح نفوت بمواضيع، ما رح نفوت باسماء ولا شيء. سؤال سالتك، بنعرف انه اخر صوره لإلك مع بنتك كان عمرها سنه، ومن سنه او سنتين، اليوم البنت صار عمرها 8 سنين او 9 سنين، ما بتعرف شكلها هيفا لبنتك كيف صار.